السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في فيديو جديد وحلقة جديدة على قناة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة التصوير من خلال هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود باستعمال الكاميرا ولكن دون فتح الكاميرا. ستسألني كيف وعندما أريد التصوير سأفتح الكاميرا وأقوم بالتصوير؟ أقول لك لا، يمكنك التصوير بدون فتح الكاميرا. يعني هذه الطريقة تنفعك في الكثير من الحالات. يمكنك تصوير أي شيء تريده، مشهد معين في مكان عمومي ولا تريد أحد أن ينتبه عليك، يعني مجلس يعني ولاحظت شيء ما وتريد تصويره، يعني وأي شيء من ذلك، ولا تريد أحد أن يراك تصور يقول لك ماذا تفعل وغيره من ذلك. يمكنك تسجيل من فيديو، يمكنك التصوير باستعمال الكاميرا الأمامية وكذلك الخلفية. يمكنك ايضا اعطاء هاتفك الايفون لشخص ما وتجعل التصوير بالكاميرا الامامية، وعندما يضغط مرتين على زر الهوم ستصوره دون ان يدري. يعني الكثير من الحالات والكثير من الاشياء الرائعة التي يمكنك القيام بها بهذه الطريقة. تظل يعني على حسب حاجتك وعلى حسب استخدامك وعلى حسب ابداعك طبعا. اذا عجبك موضوع هذه الحلقة فلا تبتعد كثيرا، ابقى معي نمر الى الشرح مباشرة. اذا المشاهد الكريم، اسم الاداة هو Quick Shoot Pro iOS 8 and 9. طبعا على حسب اصدارك الاداة متوفر على اغلب الاصدارات 7 و8 وكذلك 9. اذا كان لديك 7 يمكنك تنزيله لا توجد اي مشكلة، ولكن يمكنك تنزيل هذه الاداة ايضا Quick Shoot Pro iOS 8 ايضا iOS 9. بعد تنزيل هذه الاداة ستنتقل الى الاعدادات في هاتفك وتقوم بالدخول الى اعدادات الاداة. بعد الدخول إلى إعدادات الأداة ستجد في البداية خيار الإنابل، يعني تفعيل الأداة وإلغاء تفعيله، وستقوم بتفعيله. من هنا تختار الكاميرا التي تريدها، الكاميرا الأمامية أو الخلفية. سأختار الكاميرا الخلفية. أيضا الفيديو كواليتي يعني جودة الفيديو أنصحك باختيار أول خيار هاي كواليتي يعني جودة عالية. الفلاش مود أنصحك بعدم تفعيله لأنه إذا كان في وضع ليلي نوعا ما سيتم تشغيل الفلاش ويتم فضحك. وأيضا قم بتفعيل خيار الـ HDR وأيضا الـ Anti Blur. أما من خيار الـ Image Capture Shortcut وأيضا الفيديو Shortcut، استختار الاختصار الذي تريده أن يشتغل عندما تقوم بالضغط مثلا على سبيل المثال Double Press على زر الهوم، يعني ضغطتين متواليتين على زر الهوم يتم التصوير. أما بالنسبة للفيديو يمكنك أيضا اختيار اللونج هول، يعني تصوير فيديو بالضغط المطول على زر الهوم. أنا اخترت هذا الخيار في الفيديو واخترت هذا الخيار في الكاميرا، أنصحك باختيارهما أنت أيضا. ولكن بخيار بالنسبة للصورة الدبل بريس، يعني عندما تقوم بالضغط كلما ضغطت مرتين سيتم التصوير. ربما تزعجك هذه الخيار، فيمكنك اختيار خيار آخر. من خيار تشوز آيكونز، من هنا استختار بعض الأيقونات التي عندما تقوم بالضغط عليها يتم التصوير دون علم أحد. يمكنك اختيار الأيقونات التي تريدها. على سبيل المثال اخترت أيقونة الموسيقى، فعندما طبعا انتهينا من الاعدادات هنا، فعندما ارجع الى الشاشة الرئيسية واقوم بالضغط مرتين على زر او أيقونة الموسيقى هكذا كما ترى أمامك مشاهدي الكريم، وأستعمل هاتف ولا يوجد أي مشكلة ويتم حفظ الصورة. الآن إذا انتقلت إلى الصور ستجد أن الصورة قد تم حفظها بالفعل. هذا بالنسبة يعني بعيدا عن الخيار الذي بالضغطتين على زر الهوم. يمكنك إلغاء ذلك الخيار لأنه مزعج وفقط باستعمال الأيقونات، ولكنه أسرع، يعني تظل على حسب رغبتك ولا حسب اختيارك كما ترى أمامك مشاهدي الكريم. بالنسبة للفيديو فكما رأيتم اخترت اللونج هولد هوم بوتن، يعني الضغط مطول على زر الهوم. فلاحظ معي عندما أقوم بالضغط مطولا صدر أيقونة فيديو صغيرة للغاية في الستيس بار. لاحظ معي مشاهدي الكريم بجانب الساعة هنا في هذا المكان. الآن كل شيء على ما يرام واستعمل الهاتف لا توجد أي مشكلة نهائيا، والآن الهاتف يصور بالفيديو وكذلك بالصوت. عند الانتهاء أيضا أقوم بالضغط مرة أخرى على زر الهوم مطولا هكذا وانتهى التصوير. إذا ظهرت لك هذه الرسالة فلا تكترث لها، التصوير قد تم بالفعل. لاحظ معي الآن إذا رجعت إلى الفيديو ستجد أنه قد تم تصويره ويشتغل بكل سهولة وبطريقة رائعة جدا. كما لاحظت مشاهدي الكريم بجانب الساعة هنا في هذا المكان. الآن وصلنا كذلك السبسكرايب في حال هذه كانت أول حلقة لك لحلقات محمد الصغير ومدونة العالم الافتراضي. كذلك إذا لم تكن أول حلقة لك ولم تشترك إلى حد الآن فيمكنك الاشتراك فقط بالضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو أو أسفل الفيديو على يمينك في الفيديو نفسه. لا تنسى كذلك مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك ونشرها في الشبكات الاجتماعية حتى تعم الفائدة. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.